وأكلاتنا وزيتونات ما إشي أساسي عندي بالبيت. اليوم رح أعملكم الزيتون على طريقة خالتي نبيلة الله يرحمها لأنه كان كتير زاكي. بتجيبوا الزيتون تغسلوه، بتعملوا فيه شرحات يا بالدق يا بالرصع، بتحطوه بمرطبان لثلاث أيام، كل يوم بتغيروا عليه 4-5 مرات المي عشان تروح منه المرار. بنصفيه، بنحط عليه معلقة الملح ليمون ومعلقة ملح خشن وعصير ليمون وزيت زيتون، ومنحركه مزبوط بإيدينا وشموا ريحته قديش بتكون بتشهي. بعد هذا الوقت رح أحضر عندي كمان ليمون مقطع، أعصره عصرة صغيرة عليه وأحطه عليه، وكمان فلفل حر. رح أحضر المحلول الملحي اللي هو عبارة عن 4 كاسات مي و4 معالق ملح ليدوبوا مزبوط. رح أرتبهم بالمرطبان زي ما أنتوا شايفين، الزيتون، الفلفل الحار، الفلفل المقطع وقطع الليمون، وأصفهم بالمرطبان عندي. بعدين رح أنزل عليهم المحلول الملحي وبعدين كمان جزء من زيت الزيتون. رح أجيب ورق الليمون أرصه عليهم منيح عشان يمنع التعفن، ورح أحط كمان زيت زيتون. اكبسوهم وخلال أسبوعين رح تاكلوهم. صحة وهنا.